اليوم 5 نوفمبر سنة 2024 عندنا مباراة ضد أياكس أمستردام، بعدها مباريات دوري، ومن ثم عندنا مباراة ضد أنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا. لكن مو هذا المهم، المهم أنه بعد 35 يوم إعلان جائزة الكرة الذهبية بعد مباراة يونغ بويز بدوري أبطال أوروبا وبعد نهاية دور المجموعات، فبهذا المكان تقريبا راح تعلن الكرة الذهبية. أتمنى أني أكون مرشح لهذه الجائزة. فمثل ما تشوفون يا شباب أكو واجد مباريات، يعني مثل هذه المباريات الثلاث قوية، يعني عندنا اليوم كمية مباريات أسطورية بإذن الله. لكن قبل ما نبتدي، السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله، مقطع جديد وحلقة جديدة من هنا تلاعب. اللايك والاشتراك، أهم شيء الاشتراك إذا أنت جديد على القناة. مثل ما تشوفون بالمقطع اللي راح، فزنا بجائزة أفضل لاعب شهر أكتوبر، وكان أداء بيها عالمي الصراحة، وخاصة بشهر أكتوبر سجلنا هدف خرافي. حد الآن لاعب 19 مباراة، 26 هدف، 10 أسيست، إحصائية خيالية، 36 هدف مشارك ب 19 مباراة، إحصائيات هذا الموسم مو طبيعية. طاقتي حاليا 91 وماشي بال 80 صح، قيمة اللاعب 169 مليون. اما بدوري ابطال اوروبا ففريقنا بالصداره بتسع نقاط بالعلامه الكامله لحد الان. مباراه اياكس خلينا نلعبها. اوف، خصمك التالي ليس عليه عدد كافي من اللاعبين لخوض المباراه القادمه، هذا يعني انه ليش؟ والله غريب، اياكس انسحب يا حبيبي، لعب 10. وش هذا يا شباب؟ اللعبه مقلتشه. اوكي، ضبطت اللعبه هسه، رجعت كانت مجموعه دوري الابطال. اللعبه قلتشت شوي، يا رب ما تقلتش يعني. عندنا خلينا نكمل. فمباشره راح ننتقل لمباراه انتر ميلان. اتوقع هذه المباريات خلينا نسوي لها كلها سكيب. اوكي، وصلنا لمباراه انتر ميلان، لكن مثل ما اشوف انه هي باقيه يا شباب جولتين وفرق 8 نقاط على اقرب ملاحقينا. والله ما لها داعي العبها اصلا هاي المباراه، فراح اسوي لها سكيب وراح ننتقل ونمشي اسرع واسرع. شكلها محسومه يا ولد. طبعا انا حاليا عندي 5 اهداف بدوري ابطال اوروبا، اتمنى اسجل على انتر ميلان. راح نشوف لحد ما نوصل المباريات المهمه كم راح يكون عندي اهداف. طبعا هاي النتائج المباريات اللي سوينا لها سكيب، راح نسوي مباراه انتر سكيب وراح نلعب هذه الثلاث مباريات نلعبها. اي نعم. اوكي، عندنا مباراه مانشستر السيتي، الفارق 3 نقاط بس على توتنهام. راح نلعب ضد السيتي وضد توتنهام وضد ليفربول، ثلاث مباريات قويه ورا بعض. انا هداف الدوري ب 15 هدف، والله الفارق كبير على اقرب ملاحقيني. يلا يا رب يا رب اسوي شيء ضد السيتي. بس خلينا نشوف دفاعهم. اوكي، ان شاء الله ان شاء الله نفوز. ميسي ماونت، ليش رافعين تروفي ميسي ماونت مو تروفي مالتي؟ اوكي، شوف الاحتفال ما قبل المباراه، شكلها المباراه قويه ان شاء الله. يلا صفرة البداية، ديربي مانشستر بإذن الله الفوز. يلا مصطفى، اريدك تركز على انك تسوي شيء بهذه المباراة. حلوة، يا سلام، شوت شوت يا عمر. لا 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 يا العارضة، يا الله يا الله، كان ممكن اباغت حارس المرمى. هذه خطرة، حارس حارس ارجوك، لا 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 تدخل. هدف اول لمانشستر سيتي. يا حكم، يلا يلا مشي 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 مشي، يا رب التعادل، يروح روح روح، ارجع لي، يا سلام عليك، العب لنا يا عمري. لا 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 لا، اوف اوفسايد. حلوه، لا يا حارس، يا الله يا الله، بس والله التمريره اسطوريه. اكو لاعبين اذكياء بس اكو والله ما يعرفون يمررون. ها التمريره خرافيه كانت، بعد هي التعادل. شلون جاب هيدرسون؟ لا يا مصطفى، لا 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 يا اناني. اوكي، خسرنا المباراة، لكن والله الأداء يا شباب عليه شوي. ها، مباراة على ملعبنا خسرناها ضد السيتي كانت كارثية. اوكي، مباراة ليفربول يا رب ما نخسرها، حاليا بعدنا بالصدارة، السيتي صاروا بالمركز الثاني بعد الفارق 3 نقاط. نخلص من ديربي مانشستر ونروح لديربي انجلترا بأكبرها يا حبيبي، المباراة على ملعب ليفربول، ويا رب أفوز بهذه المباراة. يلا يلا، أرجوك أرجوك أرجوك، شوت يا الله، خذ يلا، هذه جول يا ولد، سجل يا ولد يا ولد، سجل يا ولد، ضيعها 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 ضيعها. لا، صلاح هدف اول لليفربول. حد الان الاداء تعبان، الحلقه اللي راحت واجد افضل يا شباب، اليوم ما اعرف شنو بلانا، والله ما ادري. حلوه، روح روح يا عمري. اوكي، والله دمرت ارنولد بهاي العبره. يلا يا رب يا رب تكتمل، يا سلام. فاول، جيب الفاول، جيب جيب، دمرت ارنولد بهذا المرور يا حبيبي، دمرت يا شباب رسميا. يلا يا رب، فرصتي، فرصة التعادل، فرصة التعادل يا مصطفى، فرصتك فرصتك، هذه هذه فرصتك. لا، افا افا يا العارضة، يا الله ارجع لي، يا سلام، هذه جول هذه جول، ما تجيب مرتين يا ولد، مرتين. حلوة، يلا يلا تعادل، العب لهذا يا حبيبي، العب لهذا العب لهذا، ليش تأخرها؟ نزل يا مصطفى، يا سلام،
يا أليسون يا أليسون والله لعبتها صح نزلتها صح بس ما كتبت فرصة لوقع الكرة يا حبيبي لا يا ولا شنو الدفاع جاي يسوي دفاع والله غريب الدفاع أوفسايد يلا الحمد لله حلوة يلا خذ خذ يا عمري خذ يا سلام اوكي دقيقة 78 يا رب نطلع بالتعادل يا سلام لعب هناك شوت لا. لا, لا 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 خلاص خسرنا مباراة ثانية على التوالي ضد السيتي وضد ليفربول والله مشكلة راح نخسر الصدارة خلاص صفر الحكم نهاية المباراة لياقتي انتهت بهذه المباراة اوفا انا احتياطي بمباراة توتنهام اوكي المدرب والله زعلان بس بعدنا بالصدارة الغريب انه بعدنا بالصدارة رغم هزيمتين اوكي يعتمد على راشفورد هذه المرة المباراة راح تكون بالنهار لكن جوا امطار توتنهام خمسة دفاع انا ما موجود اصلا ما ماخذين التشكيلة محاكاة مباشرة خسرنا 3-2 يا تستاهل تستاهل والله اخر مباراة عندنا بدوري ابطال اوروبا مسجل 7 اهداف لحد الان باقي اخر جولة ضد يونغ بويز يا رب بهاي المباراة اسجل 3 اهداف على الاقل يا رب اطلع ب10 اهداف من دور المجموعات فخلينا نلعب مباراة يونغ بويز او خلينا نسوي لها محاكاة طبعا بعدها ان شاء الله راح تعلن جائزة الكرة الذهبية واحنا هاي كل المباريات راح نسوي لها سكيب الى مباراة تشيلسي والسبب شباب قلت لكم انه فيفا 23 جاية قريب فريد نمشي اسرع واسرع لا لاعب السنة من نصيب امبابي اوكي بعدنا طويلة وانا بالفعل سويت يعني بالموسم اللي راح ما سويت شيء اكيد بس هذا الموسم موسم الابطال ان شاء الله اوكي عندنا الان مباراة تشيلسي بس خلينا نشوف مباراتنا ويوم راح تكون بدور 16 من دوري ابطال اوروبا اعتقد احنا صدرنا مجموعتنا مو صدرناها بالعلامة الكاملة وراح نلعب ضد روما جيد ممتاز ان شاء الله نفوز باذن الله طبعا هاي باقي مباريات دور 16 من هداف الدوري الان انا 17 اوديغارد عنده 12 انا هداف الابطال بتسع اهداف الان يلا المباراه ضد تشيلسي يلعبوا عندهم اراوخو كيبا حارس مرمى يا رب هذه المباراه عاد افوز فريقي خلاص يلا صفره البدايه باذن الله الفوز بهذه المباراه على تشيلسي شباب اريد معكم تركيز اريد الفوز يعني ها طمنوا لنا على الفوز هدف جاء بخطا زاد من حارس حلوه روح مصطفى يا سلام لا يا ولد لا لا لا, لا. اخذت لاعبين وياي ضيعتهم شوت يا عمري هدف اول راح الصفر حلو الكسندر اسحاق عرفتوا ليش بدايه الموسم كان فريقنا قوي السبب ما كنا نلعب ضد هذه الانديه القويه يا شباب لهذا السبب كان الفريق ناري وكنت اسجل براحتي يلا روح يا رب اسجل على تشيلسي يلا مصطفى يا سلام عليك هي لا ما عرفت شنو اسوي بيها الكره حلوه اسيست يا ولد هذا اسيست كان حلو سجلنا جيد يا شباب جيد دخوليتي وتمريرتي كانت الصحيحة هدف الثاني ممتاز واحدة يا شباب واحدة دقيقة 71 الله يستر اوكي نهاية المباراة المهم فريقنا فاز ادائي انا اعتبره لا بأس بي بهاي المباراة اخذنا 3 نقاط على تشيلسي اوكي مباراة ليفربول مباشرة الاياب والمرة على ملعبنا طبعا دخلنا فترة انتقالات نصف الموسم دخلنا النصف الثاني من الموسم ارسنال حاليا بالمركز الثاني السيتي تراجع ومنافسة تغيرت يا شباب الصراحة ارسنال هو اللي جاي ينافسنا اوه بعد ليفربول عندنا مانشستر سيتي يلا يلا فاول جيد يا رب اسجل ضربة حرة احمر ابلع فان دايك ابلع يلا مصطفى هي ليش والله غريب حلوه روح ارجوك لا تضيع العب لي يا عمري الله 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 جننت ماتيل اروح واجي لحد ما انفتحت المساحه وروح الهدف الاول يا سلام بس الفضل يعود الى ميسن ماونت الصراحه انطلاقته كانت خرافيه شوف هنا ماتيب ما يعرف وين يروح يا ولد روح يا مصطفى الجول مصطفى المفروض والله انا اسرع من هذا الشيء يا شباب ما اعرف ليش يلا روح ادخل بلنتي طرده يا حكم ما يستاهل طرد هو بس يلا طرده انا اللي حصلته اوكي جول مو مشكله 2-0 ممتاز فريقنا يعود من جديد الى الانتصارات فالهوفيتش من يوم تعدنا فالهوفيتش احنا اوكي بس الكسندر اسحاق كان ممتاز رجاء لا تبيعه رجاء يعني حلوه فالهوفيتش اسيست يا مصطفى لا يا فالهوفيتش لا اوكي
حلوة عندي. يا سلام اضرب خذ الله. هذه اللي قل لك عليها، لا تصد ولا ترد، لا تفكر تقفز عليها اصلا. رايح اقول صاروخ قنبلة بالشباك، والله جلدناهم الليفربول. شوف 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 بوم، ابلع يا لي سوني بيكر ابلع. والله طرد فان دايك، دمرهم يا شباب، والله دمرهم. شوط اول هذه النتيجة، يا رب نضيف بعد جول. اوكي انتهى الشوط الاول، نتيجة 3-0. اعتقد بالشوط الثاني راح اريح انا، خلي ينزل اي واحد بدال. نزل رقم 25، منو عندنا رقم 25؟ سانتو. اوكي انتهت المباراة 3-1. فريق العام من اوروبا يا شباب، القائمة ما بيها، ما موجود انا، يعني ويش هذه القائمة اللي انا ما موجود بيها؟ مشكلة والله. المهاجمين مال الاتحاد الاوروبي انا ما موجود من ضمنهم. حاليا احنا بالمركز الاول 44 نقطة. هسه مباراتنا ضد السيتي، فوزنا على السيتي راح يخليهم بموقف محرج جدا، رغم انهم فازوا علينا، لكن بالمركز السادس هم حاليا. تدرون يا شباب شكل الكسندر ايساك راح، واضح انه راح، يعني ما جاي اشوفه. لا لا فايزين علينا، خلينا ننتقم منهم. يلا 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 اصعد 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 اصعد. فالهوفيتش يا الله، مصطفى المفروض عالية لوب تنطيها. اوف 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 اوف، شوط اول بالكامل لمانشستر سيتي. لا حارس يا عمري امسك، ايش هذا البيض؟ اه يا دخيه. روح 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 ويا فالهوفيتش. بعيده بعيده عليه. خلاص صفرت الحكم، نهايه المباراه. والله فريقنا وسطه تعبان تعبان بشكل مو طبيعي، ما سوى اي شيء بهاي المباراه. يضيعون ضد وسط السيتي، يضيع فريق. اوكي هسه عندنا مباراه ضد تشيلسي، مثل ما تشوفون فرق نقطه واحده بس على ارسنال. خساره ضد تشيلسي راح تجيب بينا العيد، فيا رب نفوز. اليوم لعبت كل المباريات الكبيره، الحلقه الجايه اعتقد راح تكون حلقه ابطال نهايه موسم، لان اغلب المباريات راح تكون ضعيفه بالحلقه الجايه. طاقتي حاليا صارت 92، ممتاز. فالهوفيتش 90، ليش ما تسجل يا ولد؟ والله شوف المشكلة مو بالهجوم، المشكلة بالوسط، هو اللي ما جاي يصنع لنا كرات. ماونتو انا وفالهوفيتش ممتازين جدا، يعني بالطاقة وبكل شيء. خطير خطير يا ولد، اوف دخية طار. شوف هافيرتز تصويبة نارية، لكن دخية. شوف 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 يا ولد، طب 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 شنو هذا الطيران يا ولد؟ حلوة. يلا 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 يلا، يا سلام يا سلام يا سلام على الانطلاق بالعمق وجول 1-0. شوف 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 يا حبيبي يا حبيبي على الكرة، حطها بالجول يا ولد حطها. هي لا 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 لا، مو طبيعي والله، مو طبيعي هذا المصطفى، مو طبيعي يا حبيبي. شنو هذا شنو هذا يا ولد؟ هدوا هدوا يا الجماهير، انا موجود هنا يا ولد. شوف 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 بس مرر شوت بوم على الجول. لا خطير يا سلام دخية، خطير خطير. لا 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 لا، عالم الجول، لكنه اوفسايد، حرام اوفسايد الصراحه. التصويبه كانت رهيبه رغم ان الهدف علينا، بس التصويبه اسطوريه، بس راح اصوب ان شاء الله هسه نفس التصويبه واسجلها. هذه كل مره تتكرر يا فيفا، ضبط الجلتشات. هذه بيض والله بيض. لا الله ستر، شكرا للعارضه. يلا يلا مصطفى، هذه جول. لا 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 لا، صفر يا حكم. نهاية المباراة فزنا وسجلت هدفين ضد تشيلسي، نتيجة أسطورية بهذه المباراة. أوكي شباب أعتقد اللي هنا ساكمت المقطع، الحلقة الجاية بإذن الله راح نكمل الموسم إن شاء الله. وما بقت لنا أعتقد مباريات قوية إلا مباراة أرسنال اللي جاي نافسنا على الدوري. من توقعنا راح ياخذ الدوري، ومن توقعنا راح ياخذ دوري أبطال أوروبا؟ بالنسبة لدوري الأبطال أتوقع صعب بعدنا بدايته، بس أتوقع نوصل نصف نهائي إن شاء الله. فيلا يا شباب لايك اشتراك تفعيل دباشكم، شهادة، السلام عليكم.